بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، زوار مدونتنا الأوفياء، بعدما كنت أبحث عن مواقع أقوم بشرحها لكم، أو بالأحرى أتمم الدورة، تفاجأت برسالة أتتني من على اليوتيوب. أحد الإخوان يطلبني مني أن أعثر لها على موقع شاط يشبه مثلا هذا الموقع، يشبه مثلا هذا الموقع بشكل كامل. ربما هذا الموقع بسيط أحبتي في الله، ربما لا أنصح به الإخوان، وفقط موقع بسيط جدا، ولكن هو أيضا هو باشتراك، يجب أن تقوم باشتراك أول شيء، أو تشري أو تقوم بشراء عفوا هذا الموقع الشاط. أنا سأعمل على تنصيب لكم موقع شات احترافي أكثر. كيف ذلك؟ تابعوا معي هذا الشرح الذي سأقوم بشرحه لكم أحبتي في الله. أول شيء أحبتي في الله، كما عودتكم قبل أن ننشئ أي موقع أحبتي في الله، يجب أول شيء أن تمتلك استضافة، أن تمتلك استضافة سواء مجانية أو مدفوعة. بعد ذلك تقوم ببحث داخل جوجل عن موقع شات أو تركيب موقع شات، تجد العديد منهم أحبتي في الله. أنا اخترت لكم أفضل موقع تقريبا، أو بعض أفضل، لأن هناك العديد من المواقع الشات اللي يمكنك أن تنشئها. هذا الموقع سميته أفاتار شات، هذا الملف سميته أفاتار شات، يعني ثم تحميل هذه الملفات، او اذهب الى جوجل ابحث مثلا عن سكريبت افاتار شات، ستجد العديد من الشروحات حول الموقع. انا اتوقف بشكل، انا فقط هذا الشرح سريع جدا حبيبتي في الله. كما قلت لكم، اول شيء انشاء استضافه مجانيه، تذهب الى جوجل تبحث عن استضافه مجانيه، اخترت لكم مثلا استضافه، هذه الاستضافه احبتي في الله. بعد ذلك تقوم بتحميل ملف سكريبت افاتار شات الذي ساتركه لكم اسفل الفيديو او في الشرح. بعد ذلك تقوم بالدخول الى اونلاين في مانجر، اونلاين في مانجر، تقوم بتحميل ملفات الموقع، انا بالضغط اف، ثم بعد ذلك ابلود، ثم ترفع ملفات الموقع الخاصة بك افاتار شات، يجب ان تكون على شكل زيب ضروري. بعد ذلك تذهب الى رابط موقعك احبتي في الله، مثلا انا ساقوم بتنصيبه على الاستضافه المحليه، بعد لوكال هوست، هنا السيرفر المحلي الذي يعمل بتجريب المواقع احبتي في الله. فقط تضع في جوجل لوكال هوست، تجد العديد يشرحون هذا السيرفر المحلي اللي يقومون ببدل الاستضافه. الاستضافه تكون لابد منها، هذه الاستضافه السيرفر المحلي فقط تكون انت الذي تتحكم فيه فقط لا غيرك. حسنا، بعد ذلك ستقوم بالضغط، مثلا هنا ستكتب اسم موقعك على موقعك على الاستضافة الذي يعطونك إياه. بعد ذلك تكتب هذه افاتار شات انستال، ثم تضغط تنصيب، ثم بعد ذلك تضغط هنا اهلا بك، بعد ذلك هنا، بعد ذلك هنا اسم الخادم احبتي في الله. اين تجدهم؟ ستجدهم جانب الاستضافة، كما سنهبط هنا كما ترى، هذا هو اسم موقعي. هنا تجد اسم موقعك الذي تجده هنا، الذي ستقوم بالدخول اليه لتنصيب موقع شات خاص بك. وهنا السيكل، اسم الخادم هذا هو، تكتبه هنا مثلا، هنا اسم مستخدم قائد البيانات، الاسم الذي تقوم بالدخول للاستضافة، هنا كلمة المرور الخاصة بك مثلا، هنا اسم قاعدة البيانات تنشئ من هنا، اسم قاعدة البيانات تقوم بالذهاب الى هنا MySQL Database، ثم ذلك تقوم بكتابة هنا اسم قاعدة البيانات، ثم تأخذ الشكل كما هو، الكل هذا اسمك الذي تدخل به، ثم غريبة تضعه هنا احبتي في الله، هنا ستقوم بزيادة غريبة، هنا تضع شرطة، تزيد الاسم الذي انشاته من قاعدة البيانات الخاصة بك، انت نشأته غريبة، تكتب هنا غريبة الى غير ذلك. انا لن احتاج الى هذه الاشياء لاني استعمل السيرفر المحلي، فقط نحتاج الى ان ساكتب انا لوكال هوست، لا لوكال هوست، ثم هنا الروت، ثم هنا اسم قاعدة البيانات الناس،
انا هذه الاشياء انشاتها من لوكال هوست، سيرفر لوكال هوست لان اشرحه في هذا الدرس، لان قد شرحته سابقا. انت هذه المعلومات ستجدها داخل استضافتك الشخصيه لما تنشئ استضافه. اذا عملت على السيرفر المحلي، جري بهذا الموقع، قمت بتحميل السيرفر المحلي لوكال هوست، السيرفر المحلي لوكال هوست او برنامج لوكال هوست، ستقوم بانشاء مثلا هذه المعلومات الخاصه بك انت. اذا عملت الفرق، والفرق بينهما لكي يتفهموا اكثر، الفرق بين السيرفر المحلي ولوكال هوست وايضا الاستضافه تكون انت مرغم. اذا اردت ان تنشئ موقع يجب ان تستعين بالاستضافه. لوكال هوست هو فقط عباره عن برنامج تجرب فيه ولن يشاهده، هو بك خاص، هو خاص لوكال هوست هو برنامج بك على الحاسوب انت الذي تحكم فيه، لا يمكن ان يشاهده الاخرين. لو عكس الاستضافه هي موقع، هي مكان لكي تشهر موقعك على العلن. الاستضافة المحلي، السيرفر المحلي هو فقط لتجريب عملك او لانشاء مواقعك الشخصية فقط احبتي في الله. المهم بذلك لتصل بقاعة البيانات، تم تصل بقاعة البيانات ناجحة، بذلك سنرى اذا كان الموقع بالفعل تم كل شيء بنجاح حبيبتي في الله. ويقول لي يجب ان تحذف ملف انستال، سأذهب الى حذف ملف انستال من الملفات من هنا انستال، انت ستحذفه، ساريكم من اين تحذفه. اذا كنت تستعمل استضافه ستذهب الى الملف، تذهب الى مثلا ترجع الى الملف استضافتك، ثم تذهب الى هنا، ثم ذلك تحذف انستال، تحذفه من هنا، اين هو ديليتي، تحذفه من ديليتي، ثم تأكد أن الحذف لأن سأحتاجه فيما بعد، تضغط على الديليت ثم تؤكد الحذف. هذا كل شيء أحبتي في الله. الآن سنقوم بالدخول إلى لوحة التحكم. أولا سنقوم بالدخول إلى موقع الشاط لكي تراه أحبتي في الله، شكل موقع الشاط أحبتي في الله. بعد ذلك سنرى هذا هو الشكل، أنا هذا هو الشكل، هذا هو الشكل. حسنا سنقوم، سترى كل شيء احبتي في الله. حسنا اوكي، انا ميساج كما ترى احبتي في الله، سيظهر لك هنا رجل حسب النساء الذي يتقيل انا نوعا ما احبتي في الله، هنا سيظهر لك رجل. هذا كل شيء اعزائي الكرام حول انشاء سكريبت الخاص بنا احبتي في الله، او دردشة علنية تدرش بها كما تشاء اعزائي. هذا كل شيء احبتي في الله. إذا نصبت على الاستضافة ستكون أحسن 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 من السيرفر، لأن السيرفر يكون بعض المرات به مشاكل. هذا كل شيء حبيتي في الله حول تنصيب موقعنا، موقع شاط. أتمنى في الله أن هذا الموقع نال إعجابكم. أيضا قبل ذلك سأريكم لوحة التحكم اللي خاصته بكم من هنا. تكتب مثلا الباس، الكود الخاص بك ستجده هنا، ادمين ادمين باس ادمين. اذا اردت الدخول حسب بي ار، تقوم بكتابة اول ار بي تي اكس جي في، ثم قم بالدخول الى لوحة التحكم. هذه هي لوحة التحكم الخاصة بك احبتي في الله، عرض المستخدم، بحث المستخدم، هنا مستخدمين، النصوص، اذا اردت ان تكتب هنا تعديل الغرف، اذا اردت ان تعديل الغرف مثلا الالعاب، مثلا الالعاب التي توجد داخل هناك، تعديل الالعاب التي توجد داخل اسم اللعبة، تضع هنا مثلا وصف اللعبة، هنا عرض الشاشة، الى اخره، قواعد البيانات، الى اخره احبتي في الله. هذا كل شيء حول هذا السكريبت اعزائي. كما ترون فهو بسيط جدا احبتي في الله. سندخل مرة اخرى.
فهو بسيط جدا احبتي في الله. مثلا هذا ادمين، ستجد هنا رجل، سوري ليس هناك اي شخص. هذا كل شيء احبتي في الله. لا تنسوا ان وجدتكم اي مشاكل لكي تنصبوا هذا الموقع او موقع الشات، ان تضغطوا على التعليق او تقوموا بتعليق لكي اقوم بتفسير لكم كل شيء احبتي في الله. لا تنسوا لايك لهذا الفيديو وايضا الاشتراك، اعانكم الله.